Salam alaikum, la partie numéro 2, la correction d'examen de probabilité de prof Grebez. Fait la vidéo, inshallah, radi ndiro la correction de l'exercice numéro 2 et l'exercice numéro 3. Bdaw ala barakatillah, deuxième exercice. Là, on considère la distribution des rendements des deux actions A et B. Donc, on a deux tableaux. Fihom le rendement des actions ou la probabilité de le rendement. Donc, on a fait le cas, on a deux lois de probabilité. La première loi de probabilité qui concerne le rendement de l'action A et la deuxième loi de probabilité qui concerne le rendement de l'action B. Donc, voilà, on a fait les tableaux. Donc, 7, يعني نقدر نقولوا باللي راه هي يعني 7 دراهم الربح اللي غادي نحصلوا عليه من لاكسيون ا 9 كتعني 9 دراهم هو الربح اللي غادي نربحوه من لاكسيون ا اكسيتيرا وكذلك بالنسبه لاكسيون بي دونك 7 في 7 يعني 7 في 7 دراهم اللي غادي نربحوا من لاكسيون بي وهاي لا بروبابيتي يعني شحال دونك ملي تيقول لك 7 هنا 0.1 كتعني باللي راه لا بروبابيتي اننا غادي نرياليزيو 7 دراهم من لاكسيون ا هي 0.1 وكذلك هنا يعني لا بروبابيلتي كان انا نرياليزي 11 درهم لاكسيون بي راه هي 0.12 دونك فوالا في ترافاي اف كان دي تيرميني لي فالور مونكون دون لي دو تابلو كالكيلي ليسبيرونس دو روندمون دو لاكسيون ا اي ليسبيرونس دو روندمون دو لاكسيون بي اي انتربريتي لي ريزلتا ترويزيام كيسيون كالكيلي لا فاريونس اي ليكار تيب دي دو روندمون اي لو ديرنيير كيسيون كالكيلي لي كوفيسيون دو فارياسيون اي كومونتي بالنسبه لا كيسيون نيميرو 1 يعني سهله يعني حنا عارفين بلي يعني الكيميل ديال لي بروبابيليتي في اللوا ديال البروبا راه كيساوي 1 دونك هذه اللي بوحدها ما عندناش غندير 1 موا هاد لي زوتر فالور وتعطينا 0.32 وكذلك بالنسبه ل يعني الفالور الثانيه حتى هي غنديروا 1 موا هاد لونسومبل ديال هاد لي فالور وتعطينا 0.22 دونك لا كيسيون 1 سهله ندوزو la question numéro 2 اللي قالنا يعني نكالكيو فيها ليسبيرونس ديال لي دو روندمون بالنسبة للروندمون داكسيون ا راه هي لا سوم ديال لي روندمون فوا لور بروبابيليتي دونك شتو 7 في 0 فاصلة 1 زائد 9 في 0 فاصلة 15 زائد 10 في 0 فاصلة 17 كذلك حتى 14 في 0 فاصلة 32 وتعطينا 11.09 بالنسبة للروندمون بي هي يعني لا سوم ديال لي روندمون داكسيون بي في لور بروبابيليتي دونك 7 فاصلة 7 في 0 فاصلة 25 زائد 9 فاصلة 4 في 0 فاصلة 13 تال 3 فاصلة 5 يعني 13 فاصلة 5 في 0 فاصلة 22 لا تعطينا 11.077 دونك يعني قالنا انتربريتي لي ريزلتا بالنسبة للروندمون داكسيون 1 غنقولو دونك لونتربريز بو رياليزي ان روندمون موان دو 11.09 درهم باغ لاكسيون 1 Au niveau du rendement d'action B, l'entreprise peut réaliser un rendement moyen de 11,077 dirhams par l'action B. La question numéro 3, on a calculé la variance et l'écart type de deux rendements. Au niveau de la variance, la formule est la somme des rendements au carré fois leur probabilité moins l'espérance au carré. Donc, on a calculé هي 7 او كاري في 0 فاصلة 1 زائد 9 او كاري في 0 فاصلة 15 تل 14 او كاري في 0 فاصلة 32 دونك غتعطينا 128 فاصلة 3 ناقص ليسبيرونس اللي ديجا حنا مكالكينو او كاري دونك غتعطينا لا فاريونس اللي هو 5 فاصلة 24 19 بالنسبة للفاريونس ديال الروندمون بي كذلك بنفس لا ميثود غنشدو 7 فاصلة 7 او كاري في 0 فاصلة 25 9 فاصلة 4 او كاري في 0 فاصلة 13 11 او كاري في 0.12 تل 13.5 او كاري فوا 0.22 لا تعطينا 128.24 43 ناقص يعني ليسبيرونس ديالو اللي هو لا موين ديالو او كاري اللي 11.077 او كاري غتعطينا 5.54 43 71 دونك ملي حسبنا لي دو فاريونس لي كارتيب ديال كل واحد فيهم راه هو جدر الفاريونس ديالو دونك بالنسبة لي كارتيب ديال روندمون داكسيون 1 هي لا راسين ديال فاريونس دو روندمون داكسيون 1 2,29 وكذلك بالنسبة للروندمون داكسيون بي ليكارت تيب ديالو هو راسين ديال الفاريونس ديالو اللي هو 2.35 ندوزو لا كيسيون نيميرو 4 كنا كالكيلي لي كويفيسيون دو فارياسيون اي كومونتي دونك الكويفيسيون دو فارياسيون لا فورمي ديالو اون جينيرال هو ليكارت تيب على لا موين دونك الكويفيسيون دو فارياسيون دو الروندمون ا
هي اللي كارتيب دروندمون اعلى لور موين. دونك غتعطي يعني 2.23 على 11.09 اللي هي 0.206 اللي هي 20.6% ضربوا هذا في 100 باش نحصلوا على البورسونتاج. كذلك بالنسبة للكوفيسيون دو فارياسيون ديال الروندمون بي اللي غنحصلوا على 21.2%. دونك الكومونتير اللي قالنا كومونتير نشوف يعني لا كوفيسيون دو فارياسيون دو روندمون دو لاكسيون A اي انفيريور يعني اصغر من الكوفيسيون دو فارياسيون دو روندمون دو لاكسيون B. alors l'action A est plus rentable et moins risque que l'action B. Donc كل ما كانت الكوفيسيون صغير كيكون مزيان. Donc هنا الكوفيسيون ديال الروندمون A راه صغر من الكوفيسيون ديال الروندمون B. Donc l'action A هو اللي بلي رونتابل اي موان ريسك. و الا جينا شفنا غير من هنا في الطابلو راه كنشوفو بلي راه في الروندمون A كل ما تزادت الروندمون حتى الاحتمالية انها تحقق كيتزاد. دونك فوالا دزنا من 7 دراهم 9 دراهم حتى لا بروبابيتي ديالها تزادت. اما بالنسبة للروندمون ديال الاكسيون بي اللي شفنا هنا راه الروندمون تزادت البروبابيلتي نقصت. وعاوتاني في واحد الطرف عاوتاني اخر عاوتاني الروندمون تزادت البروبا طلعت. يعني كيبقى لنا كاين واحد ما كاينش لوموجينيتي ما بين الروندمون والرياليزاسيون ديالها. دونك هادشي اللي كان كيخص ليكزارسيس نيميرو 2. توزو ليكزارسيس نيميرو 3. ان سيت دو فون اون لين اي انتريسي بار لو نومبر دي فيزيت كان كليون افكتي او سيت افون ان بروميير اكت داشا. لو شونس كان كليون اشيت بوندون اون فيزيت et 90%. Donc soit x le nombre de visites avant le premier achat. Donc travail à faire, on a justifié que la loi de probabilité de x est géométrique et donner ses valeurs et sa fonction de masse. Voilà. Donc il est gêné chauffant. La question 1, yani, tout d'abord, on a un schéma de la loi de Bernoulli. Alors, on a deux probas possibles, soit x et yani, on a 0,3. Ou l'échec, il y a un homme qui cherche un site, il y a 0,2. Il y a deux probas possibles. Donc, on a un schéma de la loi Bernoulli. Alors, et on s'intéresse par le nombre d'essais avant de tomber sur le succès. Alors, x, oui, la loi géométrique de paramètres P, il y a 0,8. Donc, on dit que on a un schéma de la loi Bernoulli. Ou on a un schéma de la loi Bernoulli. Ou réalisation. كم قاعد نديرو بحال ديز اكسبيريونس حتى كنطومبيو في يعني في لو برومو لي بروميير سوكسي. دونك هنا كنهتمو يعني اللوا اللي يكون فيه هو اللوا جيوميتريك. اما في لو كا انفيرس دي بحال اللوا بينوميال اللوا بينوميال بغيت نفرق ما بينو وبين اللوا جيوميتريك. اللوا بينوميال كنكونو مهتمين يعني بشحال من مره غادي نحقق ديك السوكسي. اما في اللوا جيوميتريك يعني شحال من مره خاصني باش نحقق اول سوكسي. دونك فوالا sa fonction de masse, li hiya la fonction باش كنكالكيليو البروبا li هي p de x est égal à k li هي la probabilité de succès fois la probabilité d'échec à la puissance يعني le nombre des échecs li درنا. دونك فوالا نحاولو نديتايو هاد يعني هاد التعبير اللي هنايا. دونك ك موانز ا راه كيعني le nombre des échecs avant de tomber يعني في le succès. دونك مثلا حنا قلنا يعني استغرق ثلاثة المرات يعني دخل السيت ثلاثة المرات عاد شرا. دونك ملي هو دخل السيت ثلاثة المرات عاد شرا راه ثلاثة ناقص جوج راه كتعني ثلاثة ناقص واحد كتعني جوج. يعني راه دار جوج المرات دخل السيت وكاع ما شرا. دونك انا ملي كنقولك يعني دخل يعني بعض المرات عاد شرا راه يعني دخل السيت المرة الأولى وما شراش، المرة الثانية وما شراش، المرة الثالثة وما شراش، الرابعة عاد شرا. دونك شحال من مرة دخل يعني وما شراش اللي هو كات موان زان اللي هو 3 فوا. Donc, douze la question numéro 2, quel calculer la moyenne et la variance. Donc, la moyenne de la loi géométrique, li 1 sur p, yani 1 à la 0,3, li 1,25. Donc, il y a un commentaire, je vais en dire un peu. En moyen, yani chaque fois qu'il y a le site marra ou rba, on va dire un peu marra ou rba, on va dire un peu marra. Il y a le site marra ou rba, il y a le site. دونك لا فاريونس لي هو كي على بي او كاري. يعني نعوضو هنا نيشان نحصلو على 0.31 25. دونك فوالا دوزو لا كيسيون نيمو 3، كالكيلي لا بروبابيلتي داشتي دي لا بروميير فيزيت. يعني قالنا نكالكيو البروبا انه غادي يشري في اول مرة غادي يدخل يعني للسيت. دونك الا كان غادي يشري على المرة الاولى شحال من ايشيك غادي يدير؟ زيرو. دونك ان موا ان لي هو زيرو. Donc on dira yani, P de x est égal à 1, rahia, yani, le probabilité du succès fois le probabilité de l'échec à la puissance, je vais mettre échec d'air.
دونك هو ملي شرا على اول ما يعني اول مره دخل السيت شرا دونك راه ما دار حتى شي ايشيك اللي هو ان موا اللي هو زيرو. دونك هنا غتبقى لنا يعني 0.8 فوا 0.2 على بويسون 0 هاد يعني اي حاجه على بويسون 0 راه هي ان. دونك الا كان غيدخل وغادي يشرا راه هي اصلا بي. يعني بحال بقينا غير في البروبا ديال السكس يعني في الشيما ديال الوبيرنوي ديال 0.8. بالنسبة للكاستيون نيميرو 4 قالك رابلي يعني لا فورميل دو لا فونكسيون دو ريبارتيسيون اللي هي غروند اف. دونك لا فورميل جينيرال ديالها هي هادي غروند اف دو اكس اللي هي زيرو الا كان اكس القطعة من واحد و ان موا ان موا بي على بويسونس ان سي ان محصور يعني اكس محصور ما بين ان و ان بليس ان. دونك هادي لا فورميل جينيرال ديالها. ندوزو لا كاستيون نيميرو 5 قالك كالكيلا لا بروبابيليتي داشتي ابخي او موان 3 فيزيت. دونك نشرحوا واحد الحاجه ملي نقول لك او موان 2 اش يعني بها 2 3 4 5 وانت طالع. اما شنو نقول لك انايا موان 2 4 راك يعني بها اللي تحت من 4 اللي هو 3 3 و 2 و 1 و 0 وانت نازل لتحت. دونك ملي نقولوا او موان القليله شي حاجه يعني ديك الحاجه وانت طالع الفوق. اما شنو نقول لك موان يعني قل من ديك الحاجه قل من ديك الحاجه واللي تحت منها قل من ربعة راهو ثلاثة ثلاثة وانت نازل لتحت. دونك فوالا قال هنا كالكي لا بروبابيليتي داشتي ابخي او موان 3 فيزيت. دونك يعني غيدير 3 ديال لي فيزيت عاد غيكون شرا. دونك ملي يقولك انا يعني ابخي يعني ابخي او موان 3 فيزيت يعني راه دار 2 زيشيك والثالثة عاد شرا. اولا غيدير 3 ديال لي زيشيك عاد الرابعة يشري. يعني غادي نترجموها يعني ندوزو لبلاصة لا كوريكسيون. دونك فوالا حنا قالنا او موان غيدير 3 ديال لي فيزيت باش غادي يكون شرا. دونك غيكون دار دو زيشيك عاد في لا تخوازيام فيزيت شرا. اولا يعني حنا قلنا القليله 3 انا هي القليله 3 دونك 3 والفوق يعني اكبر او يساوي 3 يعني 3 ولا 4 ولا 5 او لا 6 او لا 7 وحنا طالعين الفوق. وهنا جينا بغينا نحسبوها راه يعني غتكون صعيبه بزاف. غنبقى نحسب بي دو اكس حيت بي دو اكس اكبر من 3 راه شنايا راه هي بي دو اكس كتساوي 3 زائد بي دو اكس كتساوي 4 زائد بي دو اكس كتساوي 5 زائد بي دو اكس كتساوي 6 حتى بي دو اكس كتساوي بليس لانفيني وحنا بقينا طالعين حتى الفوق. دونك حنا غنديرو يعني لانفيرس يعني نديرو لو كومبليمون ديال الحدث المضاد. غنديرو موا يعني ا موا بي دو اكس اصغر قطعة من 3 هنا كانت اكبر او يساوي هنا ندير اصغر قطعة من 3 و بي دو اكس اصغر من قطعة من 3 راه هي بي دو يعني راه هي بي دو اكس اصغر من 2 حيت صغر قطعة من داك العدد. شنو هو العدد اللي تحت منه؟ دونك يعني هاد 1 ناقص بي دو اكس اصغر قطعة من 3 راه هي 1 ناقص بي دو اكس اصغر او يساوي 2 و بي دو اكس اصغر او يساوي 2 راه هي بي دو اكس كيساوي 2 زائد بي دو اكس كيساوي 1. دونك نحبسو حد الواحد ما كننزلوش للزيرو هنا في الجيومتريك. دونك فوالا وهاد يعني نحسبو هاد بي دو اكس ايكال 2 راه هي 0.8 fois 0.2 à la puissance 2 moins 1 ou P de x est égal à 1 la déjà حاسبينها في la question 3 donc il y a 0.8 donc les gens نحسبوا الحساب نلقاو 0.04. ولكن كاين هنا واحد دوزيام ميثود يعني باش يعني نسهلوا على الحساب حيت بدنا ندوزو لا كيسيون الاخرى غادي نلقاو بلي راه صعيبه نديرو بيدينا. هتولي عندنا غير بي دو اكس اصغر او يساوي 8 وهاديك بي دو اكس اصغر او يساوي 8 راه هي بي دو اكس يساوي 8 ويساوي 7 ويساوي 6 نازلين حتى لواحد وهنا غيبقى ياخد لنا الوقت. دونك هادشي علاش غادي نستعملو لا فونكسيون دو ريبارتيسيون. دونك يعني في هاد الميم كاسيون يعني الكاسيون 5 درناها بلا بروميير ميثود اللي حنا عارفينها ونديرو حتى دوزيام ميثود اللي هي فونكسيون دو ريبارتيسيون. حنا عارفين بعد واحد الحاجة في الدرس بلي راه بي دو اكس اصغر او يساوي شي عدد راه هي غون تيف يعني ديال داك العدد يعني غون تيف دو سي. دونك حنا هنا نطلبوا منا نحسبوا بي دو اكس اكبر ويساوي 3 هاي بي دو اكس اكبر ويساوي 3 اللي قلنا شنو هي 1 ناقص بي دو اكس اصغر قطعة من 3 و بي دو اكس اصغر قطعة من 3 راه هي بي دو اكس اصغر او يساوي 2 اللي هي 1 موان بي دو اكس اصغر او يساوي 2. دونك كيف قلنا بي دو اكس اصغر او يساوي 2 راه هي اف دو 2 دونك ان موان اف دو 2. دونك انا هنا في بلاص يعني اكس غنعوض بدو دونك حتى هنا ان غنعوضها بدو غتولي عندي 1 ناقص اف دو 2 اللي هي 1 ناقص ونحل هذا القوس ونعوض هنا و ان غنعوضها بدو دونك غتولي عندي 0.04 على حسب الحساب غنلقاه يعني ميم ريزلت.
12 la question numéro 6. Calculer la probabilité que x يعني ما واحد او p de x ما جوج او 5. Donc on a p de x ما جوج على الاعداد راهي p de x اصغر قطعة من داك العدد اللي كيكون على اليمين ناقص p de x يعني اصغر او يساوي داك العدد اللي كاين على اليسار. دونك البروبابيلتي ديال الكبير ناقص لا بروبابيلتي ديال الصغير. وهاد القضية ديال الاصغر او الاكبر سا ديبون شنو عندنا هنا. دونك بي دو اكس محصورة بين واحد وثمانية راهي بي دو اكس اصغر قطعة من ثمانية ناقص بي دو اكس اصغر قطعة من واحد. و بي دو اكس اصغر قطعة من ثمانية راهي بي دو اكس اصغر او يساوي العدد اللي تحت من ثمانية اللي هو سات ناقص بي دو اكس اصغر قطعة من واحد هي زيرو. يعني ناخدوها يعني على شكل خاصية ديال الدرس بي دو اكس اصغر قطعة من واحد في اللوا جيومتريك راهي زيرو. دونك هي اصلا كاينة يعني في الفونكسيون دو ريبارتيسيون ملي كيكون اكس صغر قطعة من واحد راه لا بروبابيلتي كتساوي زيرو. هاد الفونكسيون دو ريبارتيسيون راه كتشكل لنا يعني الكيمي ديال لي بروبا. يعني اي بروبا بغينا نحسبوها نقدروا نحسبوها بالفونكسيون دو ريبارتيسيون. دونك بي دو اكس اصغر او يساوي 7 راه هي اف دو 7. دونك ونعوض ديريكتومون هنا في لا فورميل و ان ب 7 دونك ونحصل على البروبا ديريكتومون. بالنسبه لبي دو اكس محصور بين جوج و 5 هي بي دو اكس اصغر او يساوي 5 ناقص بي دو اكس اصغر او يساوي جوج. دونك هي اف دو 5 ناقص اف دو 2 ونعوض في لا فورميل هنا نيشان نتابع غير الموا اللي كاين هنا ونحل القوس نخليه باش يعني نتفادى انني نشر الموا يعني نتفادى انني ما نشرش الموا. دونك غتحصل على 0.039.